الرئيس السيسي يواجه بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية ومواصلة جهود التوسع في الاستثمار بالموارد البشرية. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع عدد من زعماء وقادة الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. واستمراراً لجهود دعم الأشقاء وبتوجيهات من الرئيس السيسي، القوات المسلحة تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات اليومية على شمال غزة. 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت جرينتش. نصة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين وبمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت معربا عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معربا عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور. خلال الاتصال أكد الرئيس السيسي مساندة مصر قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني امتنانه والشعب الفلسطيني لجهود مصر المخلصة لدعم الحق الفلسطيني. كذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، وتبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري وسائر الأمتين العربية والإسلامية. ايضا اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السياده الانتقالي السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، وتبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعين الله عز وجل ان يتقبل صالح الاعمال وان يديم اواصر الموده والاخوه بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، وان يحفظ السودان الشقيق واهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان. وصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت اليوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس عام 2024 طائرة النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. لما الأرض هتتكلم شوف. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وانطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة توزيع بواد غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بخاصة المرأة المعيلة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. شكرا لسيادة الرئيس على الجهود اللي بيعملها معانا، وكل سنة هو طيب بمناسبة رمضان، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي معانا على طول في اسماعيلية وما بتنساناش. شكرا لسيادة الرئيس وشكرا على المبادرة، وكل سنة وانتم طيبين. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها. شكرا ان انتوا جيتوا لنا لحد هنا، وبنشكركم وبنشكر سيادة الرئيس على هدية رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنثبت بعض. الله الله والمصريين لما يحبوا. بنشكر الرئيس جدا وبنقول له متشكرين على كرتونة رمضان. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان. الله الله. كل سنة وانتم طيبين وما نتحرمش منكم، وربنا يخلينا مصر وظباط مصر والرئيس، ربنا يخليهولنا يا رب ويبارك لنا فيه وما نتحرمش منه يا رب. واللي هيستهون بتاريخنا فورا هيلاقي الرب. يا بلادي روحي فدالي دايما فاكرنا مش نسينا، وتحيا مصر يا رئيسني. ربنا يخلينا مبادرة كلنا واحد، ويحيا الرئيس. واللي بيسهر وبيحبينا الناس بتنام هو
عليها ويضحي بروحه ويبديها. كابتن الرئيس دايما فاكرنا في شهر رمضان وقبل رمضان، وربنا يخلينا سيادة الرئيس وتحيا جمهورية مصر العربية. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستطبع. الله الله على المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يطولنا في عمره ويخليه لنا، ويجعل مصر بلد الأمن والأمان إلى يوم الدين. تحرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى المواطنين المستحقين لهذه المساعدات بكافة المحافظات بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وهو ما كان موضع إشادتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا خلينا الرئيس اللي دايما فاكريننا بالخير، وشرفتونا وشرفتوا مدينة سوهاج الجديدة. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولدها أبطال وتاريخهم مليان. هذه المبادرة التي تأتي انطلاقتها مع حلول شهر رمضان المبارك إسهاما من وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية عن طريق تلبية جزء من احتياجاتهم، وتماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان دايما واقف جنبنا ومش ناسينا في اي حاجه، ونشكر وزاره الداخليه اللي دايما معانا في كل حاجه في كل مناسبه. مبسوطين بالهديه اللي سياده الرئيس جابها لنا عشان رمضان، وكل سنه وانت طيب يا رئيس، وربنا يخليك لنا يا رب وعينك يا رب. أنا فرحانة بهدية رمضان وسيادة الرئيس جايبها لنا لحدنا وجايب لنا الدنيا كلها عندنا، ربنا يخليهولنا يا رب. واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده. دي بصيتك كمان سيادة الرئيس. ربنا يخلي معاك يا رب ويخلي سيادة الرئيس ربنا يخليك ويبارك فيك ويكون تمام. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولدها أبطال وتاريخهم مليان. نشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية وخاصة على جهودهم معانا وعلى مبادرة كلنا واحد الموجودة في جنة النهاردة إن شاء الله، والسادة الضباط اللي بيتفضلوا بتوزيع الحاجة على الناس. بشكر الرئيس وأقول له كل سنة وأنت طيب إن أنت افتكرتنا في شهر رمضان. محروسة يا مصر ومحمية، مرحبا بسيادة الضباط، نشكر سيادة الرئيس ونقول له كل سنة وانت طيب. واللي بيسهر وبيحميها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده وقوته. يا ربنا يخليك يا رب ويخلينا المبادرة ويخلينا الرئيس السيسي يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا ما يحرمنا منكم يا رب. يا بلادي روحي فداليك، سعي دائم من وزارة الداخلية لتطبيق الجانب الاجتماعي والإنساني في استراتيجيتها الأمنية من خلال تفعيل مبادرة كلنا واحد، والتي نجحت في تحقيق مستهدفاتها في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. احنا نشكر الضباط اللي جونا النهاردة شرفونا في الأقصر وحيوزعونا كراتين رمضان، ونشكر الرئيس فتحي السيسي إن شاء الله يكون دايما معانا وربنا يحميه يا رب معانا. نورتونا في الأقصر والله، وعيش الرئيس. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضارات كانت فيك. تحيا مصر، تحيا مصر.
تعتزم القوات الجوية الألمانية المشاركة في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة. وأكدت مصادر بالحكومة الألمانية لوكالة رويترز للأنباء أن قرار المشاركة يأتي بناء على طلب من وزارة الخارجية في برلين. أبحرت سفينة محملة بمساعدات مخصصة للفلسطينيين في غزة من قبرص باتجاه القطاع. يأتي ذلك في ظل ظروف صعبة يعيشها المدنيون الفلسطينيون في غزة مع انهيار القطاع الخدمي وفي مقدمته الخدمات الصحية. ظروف إنسانية غاية في الصعوبة يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وما أسفر عنه من انهيار شبه كامل في كل المرافق والخدمات المقدمة وأهمها الخدمات الصحية. ومع حلول شهر رمضان المعظم وفي ظل معاناة المدنيين في غزة من نقص كبير في الأغذية وما تسبب به من مجاعة، أبحرت سفينة مساعدات محملة بنحو 200 طن من المساعدات متجهة من قبرص إلى القطاع، وتمثل الشحنة اختبارا لتدشين ممر بحري لتقديم المساعدات إلى القطاع بعد 5 أشهر من اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل. وبينما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، لافتة إلى أن وفاة الأطفال بسبب المجاعة ونقص المساعدات في القطاع أمر غير مقبول. وبشكل منفصل أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لبناء رصيف بحري بالقرب من غزة من أجل إيصال المساعدات، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر أسابيع قبل تشغيله. وعلى الرغم من مختلف الجهود الدولية المتواضعة لإيصال المساعدات إلى غزة، أكدت منظمات إغاثية أن إيصال المساعدات لمعظم أنحاء القطاع يكاد يكون مستحيلا بسبب استمرار العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية التي تهدد بتفاقم الأوضاع السيئة في قطاع غزة. اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل الإرادة الدولية والأمريكية لإدخال المساعدات. وفي بيان لها أوضحت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يستخدم المساعدات كورقة للمساومة، وأنه يصاعد عدوانه على الشعب الفلسطيني عامة ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين، كما يحدث بشكل متواصل في القصف الوحشي على رفح الفلسطينية، وذلك دون أي اعتبار للمواقف المطالبة بضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. أكدت الخارجية القطرية أن الدوحة تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر لبضعة أيام. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن الأمور لم تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين. وأشار سوليفان إلى أن البيت الأبيض لم يرى بعد خطة للتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها، قائلا إن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1,300,000 نسمة دون وجود لخطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك. استقبل مطار العريش اليوم طائرتين تحملان أطنانا من المساعدات الطبية، إحداهما قادمة من بلجيكا والأخرى من قطر لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا
هذا بالإضافة لاستمرار دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح البري واستقبال الجرحى والمصابين، فضلا عن الاستمرار في تقديم الوجبات الغذائية من الإفطار والسحور للنازحين داخل قطاع غزة. المزيد ينقله لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع مع حضراتكم الجهود المصرية المبذولة هنا في محافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري. إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش كما ترون من خلفي حجم الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق، هذا الأسطول الضخم من الشاحنات بالإضافة إلى الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح انضم إليها اليوم أيضا قافلة صندوق تحيا مصر التي تتكون من 101 شاحنة تحمل أكثر من 1600 طن من المواد الغذائية أيضا وأجهزة التنفس الصناعي. هذه الشاحنات وصلت بالفعل إلى مدينة العريش واتجهت إلى معبر رفح دخولا لقطاع غزة. نتحدث عن دخول 7 شاحنات للوقود من خلال معبر رفح البري، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في توزيع الوجبات الغذائية من الإفطار والسحور على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مدينة العريش في المستشفى في عمارات السبيل أو يتلقون العلاج في المستشفيات المختلفة في محافظة شمال سيناء. أيضا على الجانب الآخر وفيما يتعلق بالمسار الجوي، نتحدث عن استقبال مطار العريش اليوم لطائرتين، إحداهما قادمة من بلجيكا على متنها 48 طن من المواد الطبية قادمة من منظمة اليونيسيف، وطائرة قطرية أخرى أيضا قادمة من قطر على متنها 22 طن من المواد الطبية والغذائية. كل هذه الشاحنات استلمتها جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإرسالها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى الأشقاء في قطاع غزة. كل هذه الجهود تستمر أيضا بالتوازي مع استمرار الدعم النفسي المقدم في أماكن الاستشفاء هنا في مدينة العريش، وأيضا في عيادة الدعم النفسي الموجودة في عمارات السبيل خاصة للأطفال. هذه هي الصورة من مدينة العريش، عودة إليكم مرة أخرى. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 31,184 شهيداً و 72,889 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد المدنيين في غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 72 شهيدا و 129 مصابا، لافتا إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء. قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، قال إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان إلى غزة وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية. وذكر لازاريني أنه تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعة الأدوات الطبية للأطفال، مؤكدا أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة من بينها أدوية للتخدير والأضواء الشمسية واسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان ومستلزمات الأمومة. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من قوات الدعم السريع، ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، وهي جزء من منطقة الخرطوم الكبرى.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني أنه لن تكون هناك هدنة في السودان خلال شهر رمضان ما لم تغادر قوات الدعم السريع المواقع المدنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء روسيا والصين وإيران مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان. أوضحت الدفاع الروسية أن التدريبات الثلاثية تستهدف التركيز على حماية النشاط الاقتصادي البحري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ لتقديم الخدمات الطبية لنحو 140 مريضا من قرى حياة كريمة بمراكز كفر الشيخ والحامول وسيدي سالم. وشهدت القافلة تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى في مختلف التخصصات بالمجان. في إطار جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأرمان وجامعة كفر الشيخ. العدد اللي هيستفاد من القافلة النهاردة حوالي من 130 ل 140 حالة، هيكشفوا ويعملوا جميع التحاليل والأشعة، واللي هيتحدد له عمليات قلب أو عيون أو أي عمليات تانية إن شاء الله بيعملها عندنا برضو بإذن الله، ونقل الحالات ذهاب وعودة مجانا، ودي مش أول قافلة نعملها في السنة دي في 2024. كل الكشف والمواصلات مجانا، عملنا إشاعات وتحاليل لهم، بنطلع 4 قوافل في الأسبوع في شهر مارس، دي القافلة الثانية في شهر مارس. النهاردة إن شاء الله عملنا مجموعة كبيرة من إشاعات وتحاليل والفحوصات، كل دي مجانا على حساب جمعية الأرمان. القافلة الطبية انطلقت لتخدم نحو 140 مريضا من قرى حياة كريمة بكفر الشيخ، مستهدفة 15 قرية بواقع 7 قرى بمركز الحامول، و4 قرى بمركز سيدي سالم، و4 قرى أخرى بمركز كفر الشيخ. كشفت والدكتور حولنا عمل أشعة بطن، فالحمد لله لسه ما دخلتش الأشعة، هعملها دلوقتي. قطعت تذكرة والدكتور كشف علي، طلع ايه عندي ميه بيضة وايه والقرنية، دون علاج ومحددين على عملية، ويشكروا ألف ألف شكر والله، وربنا يوسع عليهم كمان وكمان. وهكذا قدمت القافلة العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات لأهالي المحافظة الأولى بالرعاية، كما قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ. بمناسبة شهر رمضان الكريم، قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع الآلاف من صناديق المواد الغذائية بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة وصل الخير. شارك عدد كبير من متطوعي المبادرة في توصيل تلك الصناديق إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز التل الكبير. في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبمناسبة شهر رمضان الكريم، تم توزيع الآلاف من صناديق المواد الغذائية بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة وصل الخير، حيث شارك عدد كبير من متطوعي المبادرة في توصيل تلك الصناديق إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز التل الكبير. احنا النهاردة في مبادرة وصل الخير في مركز التل الكبير، ربنا قدرنا النهاردة ووزعنا عدد كبير جدا من الكراتين على أهالينا المستحقين. الحمد لله نزلنا أكتر من 5 قرى على مستوى التل الكبير، وصلنا كل الكراتين لأهالينا المستحقين، كل ده بجهد متطوعينا المنتشرين في مركز التل الكبير، اللي من خلالهم قدرنا نوصل لكل المستحقين في مركز التل الكبير. وتهدف مبادرة وصل الخير إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق غير المخططة في الحضر، معتمدة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروفهم المعيشية. احنا موجودين النهاردة في الأسر اللي نوزع كراتين للأسر الأكثر احتياجاً وسط أهالينا، متطوعينا موجودين معانا. بنشكر حياة كريمة لإتاحة الفرصة لنا كمتطوعين إن احنا نساعد أهالينا في مركز مدينة تل الكبير، ونقدم لهم مساعدات كراتين ومواد غذائية
في حلول شهر رمضان. وتسعى مؤسسة حياة كريمة منذ انطلاقها في أكتوبر 2019 إلى تحقيق التنمية الكاملة في ريف مصر وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان ضمن جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في الريف المصري الذي عانى انعدام المقومات الأساسية لعقود طويلة. رياضيا، واصلت البعثة المصرية تصدرها لجدول ترتيب دورة الألعاب الأفريقية والتي تستضيفها العاصمة الغنية أكرا خلال الفترة من 8 حتى 23 من مارس الجاري. ونجحت البعثة المصرية في تصدر عدد الميداليات المختلفة ب84 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 47 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و18 برونزية. وختاما أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. ومن أخبار الطقس إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية ومواصلة جهود التوسع في الاستثمار بالموارد البشرية. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع عدد من زعماء وقادة الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا لجهود دعم الأشقاء وبتوجيهات من الرئيس السيسي، القوات المسلحة تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات اليومية على شمال غزة.